إذا لمناقشة تطورات المشهد في أوكرانيا بعد قرار روسيا نشر صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا، ينضم إلينا عبر سكايب من ريجينا في كندا الكاتب والمحلل السياسي منتصر البلبل. أستاذ منتصر، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ بالفعل ولكنه لم يحقق أهدافه على الأقل حتى الآن. هل هناك أدلة حقيقية على الأرض لما يراه فلاديمير بوتين هجوما مضادا أستاذ منتصر؟ أول شيء تحياتي لكم ولكم المشاهدين ولقناتكم الكريمة. طبعا بوتين كما توقعنا وكما نعرف عنه أنه بعيد فعلا عن الواقع حاليا، لأن ما يصل هناك بعض الشخصيات فقط التي تنقل لبوتين الأخبار، وهي شخصيات محددة ولا تنقل له الأخبار بشكل سليم خوفا منه أو خوفا معي. الواقع الآن حاليا أن فعلا بدأ، صرح فيه الرئيس الأوكراني، فعلا بدأ الهجوم المضاد، ولكن لم يبدأ الهجوم الشامل. هذه فقط عملية جسنبط كانت على محور زاباروجا، وكان هناك نتائج ضخمة ورائعة حيث تقدم الجيش الأوكراني لمسافة 15 كيلومتر، وهذا واضح من خلال أسر جندي روسي، وثبتت المنطقة وخلال متابعة المنطقة التي وجد فيها هذا الجندي الروسي أن القوات الأوكرانية وصلت إلى حدود ما يقارب 15 كيلومتر داخل الخط الدفاعي الأول التي كسرته القوات الأوكرانية وتابعت إلى بعد 15 متر. وهناك أيضا معلومات أيضا عن بدء عملية تطويق بخموتة، وهي عملية قائمة ضمن عملية الهجوم المضاد، وهي حاليا حيث سيطرت على بريميوفكا وكليشوفكا. هؤلاء مدينتين يعتبرون مدينات استراتيجية، ونبه إليهم رئيس المرتزقة فانجر أنها في سيطرة الأوكران على هذه المدينة سوف يطوقوا بخموتة بشكل كامل. والآن هي عملية فعلا عملية تطويق بخموتة بشكل كامل، وهي تقدم خفيف، هناك تقدم سريع كبير على جبهة زاباروجا، وهناك تقدم محدود وتقدم حذر على جبهة بخموتة في عملية. وهذا كله عملية بداية للعملية الأوكرانية. العملية الأوكرانية لم تبدأ بعد، الهجوم الشامل لم يبدأ بعد، هذا فقط وهو مقسم على مراحل، وهذا بدأت المرحلة الأولى كما صرح فيها الرئيس الأوكراني. طبعا المرحلة الأولى، نعم فلاديمير بوتين الرئيس الروسي نعم صرح أن الهجوم بدأ، نعم بدأ الهجوم وقد أثبت هذا الرئيس الأوكراني، ولكن ما هي المرحلة التي بدأ فيها وكيف سيبدأ وكيف، هذا كله هناك تكتم من القيادة السياسية والقيادة العسكرية الأوكرانية على أي هجوم لمنع انتشار أي معلومات أو أي معلومات تصل إلى المخابرات الروسية أو إلى الجانب الروسي عن العمليات والمراحل التي قامت. فهذا الهجوم هو سري جدا وعلى مراحل. ولكن البيت الأبيض صرح وقال إن التعاون الروسي مع إيران في مجال التسليح ظهر جليا في أوكرانيا. هذا التعاون هل يؤتي ثماره على الأرض بعد الذي تفضلت به؟ طبعا عندما نتحدث عن الطائرات المسيرة، نتحدث عن التعامل من حيث القذائف، من حيث كل هذا ما دعمت فيه عن طريق اتفاق عسكري دعمت فيه إيران روسيا. طبعا الطائرات المسيرة الإيرانية أيضا تحدث دمار، في كانت تحدث دمار، الآن أصبح لها طبعا لها مضاد كامل وأصبح هناك تغطية كامل للسماء ولا تؤثر كثيرا، فقط ما يسقط من شظايا أو من ما يتبقى من هذه الطائرة هي التي تسبب الأضرار. أما بالنسبة للطائرات فأصبح التعامل معها بشكل سريع وخاص. طبعا هذه طائرات تحدث، لا نقول أنها لا تحدث ضررا طبعا. أما بالنسبة للتعاون الإيراني الروسي فهو تعاون يعني متبادل من الطرفين. الإيرانيين يريدون دعم روسيا من خلال تقوية مشروعهم النووي، ثانيا من خلال عملية انفتاحهم على إذا كان هناك أي عقوبات في مجلس الأمن، طبعا روسيا سوف تقف إلى جانبهم وتمنع أي عقوبات ضد إيران، وهي إيران مستفيدة من روسيا بهذه العملية أنها تحاول أن تحيط نفسها بعملية يعني عملية حماية لنفسها. أما بالنسبة للروس فهم مستفيدين من إيران، طبعا يستفيدون من ناحية هناك عقوبات على روسيا، لا تستطيع لا استخدام القذائف، يأخذون من إيران، يصنعون في إيران ويأخذون القذائف ويأخذون الطائرات المسيرة والصواريخ
مستفاده كثيرا جدا، فهذه علاقه متبادله بينهم، بين ايران وروسيا، وروسيا بهذه، وهذا طبعا حلف بائس قد ينتهي بشكل مأساوي. يعني لو فتحنا نافذة نشر سلاح نووي، هل تعتقد أن فشل القوات الروسية على الأرض هو ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتخاذ قرار نشر سلاح نووي تكتيكي في بيلاروسيا أستاذ منتصر؟ طبعا هذا أحد الأسباب الذي جعل، بسبب الخسائر الفادحة وبسبب عدم قدرة الجيش الروسي على أي تقدم بخلال سنة ونص تقريبا ما يعادل، وهناك خسائر فادحة جدا، وهذا وعملية نشر السلاح هي عملية ابتزاز لا أكثر ولا أقل، هي عملية ابتزاز للدول، ابتزاز للناتو أن هذا، ولكن في الواقع الروس لن يستطيعون استخدام هذا السلاح أبدا. لماذا؟ لأنه السلاح النووي هو سلاح دفاعي وليس هجومي، وقد وصل إلى الرئيس بوتين وإلى القيادة السياسية في روسيا رسالة واضحة من الصين ومن الهند ومن أمريكا ومن دول أخرى، أنه أي تحريك، أي استخدام للسلاح النووي في أي اتجاه سيكون هناك الرد على الأراضي الروسية بشكل مباشر، وهذه رسالة وصلت إلى بوتين وكان، ولكن نشر السلاح النووي على الأراضي البيلاروسية هو طلب الرئيس الروسي البيلاروسي لوكاشينكا، لأنه أصبح واثقا 100% أن روسيا على وشك الانهيار وأن روسيا في مراحلها الأخيرة، وهذا السلاح إذا كان على أراضيه سوف يؤمن له الحماية أو سوف له على الأقل حماية أنه يمتلك سلاح نووي، فهناك لم يعد هناك تهديد، عندها سيتعاملون معه كدولة نووية وليس كدولة كبيلاروسيا التي يعني دولة فقيرة لا تمتلك لنفسها أي شيء. فهذا الطلب كان طلب مباشر من لوكاشينكا من بوتين نشر هذه الأسلحة هناك. عبر سكايب من كندا الكاتب والمحلل السياسي منتصر البلبل، شكرا جزيلا لكم.